هتروح تلعب مع كينيا بره على ارضها، وهتلعب جزر القمر هنا في مصر. جزر القمر معنوياتهم مرتفعه جدا، بينافسوك في صداره المجموعه، وده كان شيء غير متوقع. كان ناس بترشح توجو مصر، لكن فجاه لو الوضع مختلف. كينيا منتخب عنيد رخم بلغه الكوره، هتروح تلعبه في كينيا، الموضوع مش هيبقى سهل. لكن اعتقد انه احنا ماشيين للافضل ان شاء الله.